فصائل الدم. فصائل الدم يا شباب حسب حاجة اسمها الـ ABO system، كرات الدم الحمراء ربنا عز وجل على السيرفس بتاعها في جلايكوبروتين، بروتين هنسميه انتيجين. هيتسمى انتيجين لانه هيدخل في تفاعلات مناعيه، ممكن يحصل اميون رياكشن، ممكن يرتبط بيه انتيبادي اجسام مضاده. فربنا عز وجل حاطط لنا بصمه على كرات الدم الحمراء، بصمه. البصمه دي طبيعتها جلايكوبروتين. في نوع من البصمات من الجلايكوبروتين دوت هنسميه ايه؟ انتيجين. وفي ناس تانية او جزء من البشر عليهم على الار بي سي جلايكوبروتين اخرى من النوع اللي هنسميها بي انتيجين. وفي ناس من البشر عندها الاثنين دول موجودين، الاي والبي انتيجين، البصمتين دول موجودين على كرات الدم الحمراء. وفي قطاع من البشر لا عليه اي انتيجين ولا بي انتيجين. ولذلك الانتيجينز اللي موجوده الجلايكوبروتينز دي البصمات هتخلي لنا فصائل متنوعه، فصائل الدم هتتنوع تبعا لهذا الانتيجين. الانتيجين دي بتورد حسب قوانين مندل. الانتيجين دي بتظهر في الفيتال لايف وتستمر طوال الحياه. الانتيجين دي يا شباب ممكن تدخل في تفاعلات مناعيه، ولذلك سميتها انتيجين، هي طبيعتها جلايكوبروتين لكنها زي البصمه علامه مميزه. تعال نشوف فصائل الدم من المعلومه دي اتقسمت الى كام نوع. تعال نشوف بلاد جروبين حسب الاي بي او سيستم. لما نسمع ان في قطاع من البشر فصيل دمه ايه، وفي ناس بي، وفي اي بي، وفي او، الناس اللي فصيل دمهم ايه؟ الار بي سيز. هو انت ليه فصيل دمك ايه اصلا؟ لان عندي هنا انتيجين ايه، امتلك انتيجين ايه. اللي فصيل دمه ايه يا شباب؟ البلازما بتاعته يبقى فيها انتي بودي، بس يستحيل الانتي بودي دي تبقى ضد ايه؟ ضد ايه الانجل؟ ولذلك هو عنده هنا في البلازما انتي بودي لكنها انتي بي انتي بودي وليس انتي ايه انتي بودي، ده كلام منطقي. اللي فصيل دمه بي احنا سميناك ليه تفاصيل دمك بي؟ اصل الانتيجين اللي على الار بي سيز من النوع بي. انما البلازما بتاعتي لا يمكن يبقى فيها انتي بي انتي بودز، ولا يحصل تفاعلات مناعيه ينتج عنها تكسير في كرات الدم الحمراء. ولذلك هنا اللي موجود هنا في البلازما هيبقى الانتي ايه انتي بودز. وده قطاع من البشر. قطاع ثالث من البشر قلنا فصيل دمك ايه بي. ليه AB؟ لأن الأر بي سيز عليها نوعين الأنتيجين، البي والأي، يمتلك الاثنين نوعين مختلفين من الجلايكوبروتين، سمينا واحد A وسمينا واحد B، ده أنا موجود على سطح الأر بي سيز من الخارج النوعين، فعلشان كده يا دكتورة فصيلة الناس دول AB. طب الناس دي يبقى عندها أنتي بودز أصلاً؟ لا، يبقى هنا لا يوجد أنتي بودز. في البلازما هنا لا يوجد أنتي بودز. ما عندوش قوات مهاجمة. ولذلك الـ AB ده بنعتبره الـ Universal Recipient، المستقبل العام اللي ممكن يستقبل من كل الـ Other Groups. ده راجل بخيل. يعطي ياخذ ولا يعطي. إلا لنفس الفصيل اللي هو الـ AB بس. فهنا AB. اما الاو، او ده يشبه رقم زيرو زيرو زيرو، يبقى لا يوجد انتيجين، لا انتيجين ايه ولا انتيجين بي موجودين، مش موجود على الار بي سيز لا انتيجين ايه ولا انتيجين بي. فنقول اوه ايه ده، مفيش اي انتيجين، زيرو انتيجين، لا يوجد ايه ولا انتيجين بي موجود. بس للامانه اذا حد سالني ما تفتحش على نفسك فتحه، يوجد
حاجة اسمها H antigen لكنه غير مؤثر ineffective ولا بيدخل في تفاعلات مناعية ووجوده كعدمه مسمى بس كده. فبعض الناس بتتفلسف فيه يعني يقول لك هي الـ O عليها antigen قول له لا مش عليها antigen A ولا antigen B. قول ده كلامك مظبوط كده إنه مش عليها antigen خالص لا في antigen بس غير مؤثر ineffective ما بيدخلش في أي تفاعلات مناعية اسمه H antigen كل ما بحطها في الذاكرة إذا سألت فيها كلها ما استقلتش ما تتبرعش. إنما البلازما اللي الناس تصير دمهم O هنا لا يوجد أنتجن A ولا أنتجن B على الأرض كتير. فالبلازما بتبقى فيها الأنتي A أنتي بادز والأنتي B أنتي بادز. أكبر فصيلة دم هي الـ O 47% من البشر يليها A 41% من البشر. والنسب دي نسب امريكاني بتاعة المجتمع الامريكي 47% تعملها على العالم للبشر حوالي بيبقى هي فصيلة الدم O. فصائل الدم بتورد زي قوانين مندل. ولذلك يا شباب بنقول ان فصيلة الدم A في قوانين الوراثة ممكن يبقى سائد وممكن يبقى هجين. في قوانين الوراثة ممكن يبقى A capital A capital وممكن يبقى A O. لا احنا عندنا مسائل وراثية ولا عندنا نحن بس نقول يعني A A A ويعني A A O الاثنين دول فصيلة دمهم A. لكن يفرقوا في في القوانين مندل وفي التوريث ما بين أب وأم. نستخدم في قوانين الوراثة واحد هيبقى هوموزايجوس الثاني هيبقى هيتيروزايجوس سائد وهجين. ف كبر دماغك عن هذه المعلومة مش عايزين نتطرق لها. بلاد جروبينج يا شباب أهميتها أنا بعرف ليه البلاد جروبينج. البلاد جروبينج فصائل الدم فصائل الدم يا شباب بنعرفها واهميتها الرئيسيه واحد امبورتنس في الميديكو ليجل. ايه ميديكو ليجل؟ ده الطب الشرعي. البلد معرفه البلد جروبنج ذو اهميه في الطب الشرعي في القضايا والمحاكم. لما نطلب خبير شرعي طب شرعي دكتور في قضيتين اللي هو كميديكال ليجل في الطب الشرعي دي فتنا فيهم معرفه البلاد جروبنج. هنا المحكمه تقول نستدعي طبيب يشوف لنا فصائل الدم. ان كريمينال براكتس في الطب في الجنايه في الجنايات والجرائم والله واحد بيقتل واحد وفي اطار دماء فنبدا نعمل تحليل للدماء كل الناس اللي ترددوا على هذا المكان في خلال كم يوم ونشوف والله فصائل الدم دي مين بقى المشتبه ونبدا نحضره. دي وظيفه المفكر كرومبو مش وظيفتنا بقى. Disputed paternity البنوه المتنازع عليها ودي من ايام زمان قوي. بنوه متنازع عليها دبلي ده والله دبلي. ورفع قضيه اثبات مثلا البلاد جروبينج هو ضد نيجاتيف تيست يعني ينسي البنوه ولا يثبتها. طبعا دلوقتي بنتكلم على تحاليل دي ان ايه لكن بنقول والله اذا كان وقت من الاوقات او انا ممكن استخدمه كضد نيجاتيف تيست. يعني اب مثلا ايه كابيتال ايه كابيتال جروب ايه والام او يمكن ابنهم يبقى بي؟ لا يمكن. ينفي البنوة ولا يثبتها. طيب مش قصتنا مش قصتنا نطلع من جو المحاكم القضايا اللي بتموتوا في المحاكم وفي الشكاوى ونبدا نتكلم كلامنا بقى المهم اللي احنا بنتعرض له في المستشفيات. ده الاستخدام الاهم في البلاد ترانسفيوجن نقل الدم. دلوقتي يا شباب مش بيعتبروا نقل دم كما كان من واحد للتاني وخلصت. دلوقتي بيراعى في العالم وكانها نقل اورجن لاورجن.
عكس ما تنقل كبد من واحد للتاني، انت بتنقل دم من واحد للتاني، فان نقل اورجن لاورجن يعني عمليه في غايه الخطوره في غايه الدقه، وللاسف دي بقى بتتعرض لها يوميا، الاخطاء فيها قاتله. فانا لو قلت البلازما ترانسفيوجن طبعا هو يمكن انقل لحضرتك دم او لمريض محتاج نقل دم، انقله دم من غير ما اعمل بلاد بروبنج، من غير ما اعمل تصنيف لفصائل الدم. ولذلك الأهمية القصوى في البلاد ترانسفيوجن، ونذكر ان الابي ذا يونيفرسال ريسيبيانت، الاو ذا يونيفرسال دونور، عشان ما تتلخبطش الدونور معطي عام فيها اتنين او يعني دبل او. ان انكومباتيبل بلاد ترانسفيوجن يعني في حالة نقل دم لكنه غير متوافق، ان بافتراض يعني compatible، لان كلمه compatible يعني متوافق، انما كلمه incompatible يعني not compatible. في حاله incompatible blood transfusion، في حاله نقل دم وكان في عدم توافق، هي انهي كرات الدم الحمراء اللي هتتكسر، تحت الدونر ولا تحت الريسيبيانت؟ completely wrong. ادي دونر، ادي الاربتيز، لو انا بطرد يعني ادي الاربتيز، وادي البلازما، وادي الريسيبيان. ادي الاربتيز وادي البلازما. اكيد انا لما بنقل كميه بلاد من دونر للريسيبيان، الكميه دي بتكون اقل من البلاد بتاع الريسيبيان. انا مستقبل لدم، عندي 5 لتر دم، عندي هتنقل لي قد ايه يعني 250 مللي 500 مللي. الدونر ار بي سيز هي اللي بتتكسر، الدونر ار بي سيز هي اللي بتتكسر. نفترض ده واحد فصيل دمه ايه دونر، وده واحد فصيل دمه بي. هو اللي فصيل دمه بي عنده الانتي بودز اللي عنده اسمها انتي ايه، انتي بودز موجوده في البلازما بكثره، لان انا رايح للاكثر، انا الضيف الدونر رايح للاكثر اللي عنده في البلازما انتي بودز كتيره انتي ايه، وانت هنا الاربيتيز بتاعتك كلها عليها انتيجن من نوع ايه، فيحصل التفاعل المناعي بين الانتي بودي والانتيجن، فدي اللي بتتكسر. بس هتتكسر جوه دم مين؟ جوه دم الريسيبيانت. فالذي سيتكسر، المشكله لو في تكسير كرات الدم الحمراء الضيف، الضيف هو اللي هيتكسر بحكم ان البلازما عندي كتيره وفيها عندي بوتس كتيره، وهي اللي هتهاجم الار بي سيز اللي جايه لها دي، تعتبرها عدو وتكسرها. بس المعركه تمت على ارضي انا، جوه دمي انا، الضيف يتكسر لكن عندي خروج هيموجلوبين، وفي مشاكل لتكسر هذا الدم ان شاء الله نحكي عنه بالتفصيل بعد قليل. التفاعل بين الانتيجين والانتيبادي بيسموه اجليوتينيشن. انتيجين انتي بودي رياكشن، اذا حصل تفاعل مناعي ما بين الانتيجين والانتي بودي، الانتي بودي اللي في البلازما والانتيجين اللي على الارض فيه، ايه فالتفاعل دوت في الحاله بتاعت الار بي سي دي بيسموه اجليوتينيشن. ايه برضو ايه ترجمتها الحرفيه؟ تلزن. يعني انتيجين انتي بودي رياكشن. مش ده التقسيم الوحيد لفصائل الدم. خلاص انا عرفت انا فصيل الدم مثلا ايه، بس لما اروح اقول له والله شوف لي فصيله الدم، يقول لي يا دكتور انت ايه بوزيتيف، وحضرتك لما عرفت فصيله الدم كانت بي نيجاتيف والثالث ده اي بي، ويقول له بوزيتيف والرابع او نيجاتيف. طب انا عرفت ايه وبي واي بي واو بي جم منين؟ انما ايه بوزيتيف وايه نيجاتيف؟ في سيستم اخر بيقسم فصائل الدم بانجنز اخرى اسمه ريطا سيستم. الار بي سي توالت الاكتشافات على سطحها وكان فيه من عجائب عليه بصمات اخرى. الاي والبي انجن، هو بعد الاي والبي ده حروف يعني، خلصنا الاي بي او سيستم، في سي ودي وايه انجن، اشهرهم
الاكسجين الاشهر. لان 85% من البشر 85% من البوبوليشن عندهم الدي انتجين ده. طبعا ان هم سي ودي اي ممكن معلومه سي ودي دي ونركز في الدي. 85% من البشر لقينا دي انتجين اضافيه جواي كوبوتين الاخر. فهنا الناس دول مسميناهم ريسس بوزيتيف. يعني ايه ريسس اصلا؟ ده نوع من القرى ده. اول ما اكتشفنا هذه الانتجين في الار بي تي اكتشفناها على هذا النوع من القرى ده اسمها ريسس. فسميناهم ريسس بوزيتيف ريسس نيجاتيف. فلما اكتشفنا هذا الانتجين في الانسان فسمينا واحد ريسس بوزيتيف اللي يمتلك الدي انتجين دوت، والذي لا يمتلك الدي انتجين سميناه ريسس نيجاتيف. بس نورمالي يا شباب نورمالي لا يوجد انتي ريسس انتي بوز في البلد بتاعك. نورمالي لا يوجد انتي بوز، لا يوجد انتي دي انتي بوز في الاي سيستم. لو انا فصيل الدم ايه، انا عندي انتي بي انتي بوز من النوع الاي جي ام الميونوجلوبولين ام، هناخد الفرق دلوقتي. انما هنا لو انا عندي دي انتيجين او ما عنديش دي انتيجين فالبلازما بتاعتي لا يوجد فيها انتي بوز مضاد لها، نورمال مش موجوده. لكن ممكن تستحدث، ممكن تبقى موجوده في ظروف خاصه، لكن نورمال احنا لا. حتى لو انا بتكلم مع حضراتكم انا ريسوس بوزيتيف او دي موجود دي انتيجين عندي الار بي سي، انا ما عنديش انتي بوز بالظبط. لو حضرتك ريسوس نيجاتيف ما عنديش انتي بوز ضد هذا الدي انتيجين. طيب ايه الفرق ما بين الانتي بودز اللي في الاي بي او سيستم والانتي بودز اللي في الريسورس سيستم؟ ايه الفرق ما بين نوعي الانتي بودز دول؟ اذا وجد هنا انتي بودز دي بتبقى طريقه غريبه هنقول عليها ازاي، لكن ممكن توجد. لكن نورمالي لا، نورمالي ابسط مش موجود. فتعالوا نفرق بين نوعين الانتي بودز دول بتاعت الاي بي او سيستم وبتاعت الريسورس سيستم، لان هينبني عليها عمل خطير جدا وانا هينبني عليها مرض هنشوفه كمان شويه. طبعا من حسن الحظ ان انت النهارده بتتكلم في البلد، في حاجات المفروض انها تتشرح في التكاشن في تجارب البلد، فالموضوع ما بيبقى متوافق كده والمعلومات تتكرر اكثر من مره تبقى الامور اسهل ان شاء الله نسبيا. تعال كده نقارن سريعا ما بين الاي بي او انتي بودز والريسوس انتي بودز ان وجدت. لو انا فصيل الدم ايه؟ فانا عندي انتي بي انتي بودز لكنها من نوع اميونوجلوبولين ام اي جي ام، وده نوع يتميز ان شاء الله لما ناخد الاميونوجلوبولين بانه لارج مولكولار ويت، الوزن الجزيئي بتاع هذا الانتي بودي الحجم كبير، ولذلك كانوت كروس البلاسينتا ما بيعديش المشيمه، ما يعديش من الام. ما هو يعني ايه مشيمه؟ يعني ايه بلاسينتا؟ يعني ده حاجز فاصل ما بين السيركوليشن بتاعت الام والسيركوليشن بتاعت البيبي. الام عندها انتي دي انتي انتي بودز، وليكن الام فرصه دمها ايه، فهي عندها انتي دي انتي بودز لا يمكن تعدي لان الحجم كبير، يعني نوت كروس البلاسينتا لا يمكن تروح للبيبي سيركوليشن. لكن لو بصيت على ريسوس انتي بودز ناتشرالي نورمالي ابسنت، لا مش موجوده. الاي بي او انتي بودز نورمالي موجوده. لو انا فصيل الدم ايه؟ فانا عندي انتي بي انتي بودز طبيعي موجود. انما دي لو انا حتى ريسوس بوزيتيف او ريسوس نيجاتيف ما عنديش انتي بي انتي بودز. اما متى تظهر؟ لا لو تظهر محتاجه استثاره، محتاجه سنسيتايزيشن. هقول ازاي تظهر؟ واذا ظهرت مشاكل. النوع بتاع ريسوس انتي بودز هو اميونوجلوبولين جي، وده نوع لو مولوكولار ويت صغير الحجم، ولذلك ممكن يعدي البلاسينتا، يعدي اذا تكونت الانتي بودز اللي طبيعي مش موجوده، اذا تكونت هذه الانتي بودز تعدي البلاسينتا وتهاجم الار بي سي، ممكن تهاجم وتعمل لي مشاكل الار بي سي بتاعت البيبي. كايز ديزيز هيوضح الفرق ده في منتهى السهوله.
يبقى الاميونوجلوبولينز بتاعه الاي بي او 6 الانتي بودي بتاعتها موجوده هنا ولكنها كبيره الحجم وما تعديش البلاسينتا. ولما ترتبط بانتجن في تفاعلات مناعيه في انكومباتيبل كلاستر انتروفيوجن تحصل دايركت رياكشن. الريس اوف انتي بودي الطبيعي مش موجود وده وجد يبقى هي مستحدثه بطريقتين هنقول عليهم. فكلمة ميت سنس فايزيشن لكنها ناتشرالي نورمالي أكسنت. من النوع الاي جي جي الصغير المكير اللي بيعدي البلاسينتا ويهاجم البيت. ولو ارتبط هذا الانتي بودي بالانتيجين اللي موجود على الار بي سيز ما يظهرش التفاعل الا اذا احنا حطينا ماده اضافيه وسيط اسمه انتي هيومن جلوبولين. تعالوا بينا نشوف قطط دي وامبورتنس اوف ريسورس سيستم. ده اول سؤال يجي في الجزئيه دي في امتحاناتنا امبورتنس اوف ريسورس سيستم. ايه اهميه الريسورس؟ ايه اهميه ان نعرف المدام دي بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني؟ تفيدني بايه؟ تعالوا نشوف اجابه السؤال اللي جه في الامتحانات قبل كده. الأهمية الأولى في repeated blood transfusion importance of resource system. لو واحد resource negative يعني إيه resource negative يا شباب؟ يعني الـ RBCs ليس عليها دي أنجن. طب والبلازما بتاعتها فيها أنتيبودز؟ لا ما فيهاش أنتيبودز، مش عندها أنتي دي أنتيبودز أو أنتي resource أنتيبودز. بس اذا انا نقلت لها دم الست دي قررت الحكي وانا قلت لها انا دم يا شباب من واحد ريسوس بوزيتيف الست دي اساسا ريسوس نيجاتيف نقلت لها بلاد ريسوس بوزيتيف انت اتفرجت الست دي مفروضها ايه؟ ايه نيجاتيف وانت رحت جاي ملخبط رحت جاي الكيس من بنك الدم ايه نيجاتيف ايه بوزيتيف وهي ايه نيجاتيف ما هو ايه وايه؟ ايه وايه؟ ده ايه وفجاح ايه؟ ايه وايه؟ بص ده 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 عليها دي انجن هيبدا الجهاز المناعي بتاعنا جهاز مخابرات قوي جدا شم الخطر من على بعض ايه ده؟ ار بي سي عليها دي انجن يبدا الجهاز المناعي ياخد له بتاع يوم كده ليومين يتعرف ويروح مطلع الانتي بودي. بس اذا الانتي بودي طلعت من الجهاز المناعي انت يعني ايه انت؟ اذا مين طلع انتي بودي بتاعك؟ مدى الحياه. فالست اللي اتنقلت لها دي انتيجين طلع عندها انتي بودي استحدثت ما كانتش موجوده هذه الانتي بودي اللي ضد الدي انتيجين ده وتتكسر كرات الدم الحمراء دي. اللي هي بتاعت الضيف. بس الام بقت عندها علامه مسجله بقى عندها انتي بودز. بقى عندها انتي بودز. خلي بال حضرتك الانتي بودز اللي طلعت دي طالعه هنا هو من الجهاز المناعي اللي خد فتره على بال ما يتعرف على هذه الانتجن وبدا يبقى الام دي عندها انتي بودز. لو جت تتعرض لنقل دم تاني ريسوس بوزيتيف لا انا عندي اجهزه مناعيه مش لسه بتطلع بقى موجوده بتكسر الدم في الحياه. نعمل هيموليسيس. فانا استحدثت هذه الانتي بودز بطريقه نقل دم انا ست ريسوس مش انا يعني ست ريسوس وانت بتاع ريسوس بوزيتيف بقى عندها انتي بودز. كونا عند الست دي انتي بودز. المرة الجاية لما يتلاقي لها ريسوس بوزيتيف بلس في الحال عندي أجهزة مناعية ودفاعية في الحال تكسر كرات الدم الحمراء. احنا دلوقتي بنتكلم على نيجاتيف سينر رياكشن فيحصل رياكشن ازاي؟ ما بين انتيجين وما بين انتي بودز. فلو انت نقلت لي ريسوس نيجاتيف طب هيحصل فيما تفاعل ازاي؟ انا عندي انتي بودز تهاجم لما يبقى في انتيجين. فلو انت نقلت لها ريسوس بوزيتيف بلس تاني في الحل يتكسر يمكن البلس الاولاني دوت ممكن يعدي من غير ما يتكسر. هسه الديت ار بي سي استعمل ما احنا نطلع بقى الانتي بودز لكن اذا كررت الموضوع ده كان يتكسر. دي مش مهمه قوي لكن بص المهم اللي جاي بقى
في ديزيز خلاصة الجزئية اللي احنا بنشرح فيها في الكلام اللي انا هقوله. التطبيق العملي على القصة دي ديزيز محترم لابد نكون كلنا عارفين. بنسيرفي في العملي في تجربة البلاد جروبنج في تحديث فصائل الدم، بنسيرف في الحتة اللي انا هشرحها دي في العملي وهي موجودة معانا في النظري سؤال نظري اسمه ديزيز محترم اسمه هيمولايتيك ديزيز اوف نيو بورن او إريثروبلاستوزس فيتاليس يعني المشكلة في الفيتوس في الجنين وإريثروبلاستوزس الإريثروسايت هي كرات الدم الحمراء النابضة والإريثروبلاست هي كرات الدم الحمراء الإيماتيور الغير نابضة كلمة إريثروبلاستوزس يعني الجيني ده هيمتلك كرات دم حمراء كتير غير ناضجة. الديزيز له عنوان آخر أسهل هيمولايتيك ديزيز أوف نيو بورن أو أوف فيتس. إيه اللي بيحصل؟ تعالوا نشوف القصة اللطيفة. لو ريسوس نيجاتيف فيميل اتجوزت ريسوس بوزيتيف ميل وما كناش نعرف الحقيقة المرة دي لو نعرف كنا وقفنا ضد الجوازه دي لكن خلاص هنعمل ايه؟ ريسوس نيجاتيف اتجوزت ريسوس بوزيتيف مش جاي لي عريس برضه لو سمحت تعالى نشوف ريسوس بوزيتيف والعروسه ريسوس بوزيتيف ولا ريسوس نيجاتيف اتجوزوا خلاص طب حد في قوانين مندل دي جي دي سمول دي سمول وده اما دي كابيتال دي كابيتال او دي كابيتال دي سمول يبقى غالبا 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 اشهر ان الفيرست بيبي خلي بال حضرتك بيشرس نيجر السيميل ما عندهاش انتباه ولا عندها انشن دي دي انشن او ريسوس انشن بينما ريسوس بوزيتيف بلاد يعني الار بي سيز عليها دي انشن لما يتجوزوا الفيرست بيبي بتكلم على الفيرست بيبي الطفل الاولاني اهو الفيرست بيبي يا شباب بيبقى غالبا بقوانين الوراثه لسه في بوزيتيف ريسس بوزيتيف ويتولد العيل الاولاني بلا مشاكل بس في اثناء الولاده واحنا بنقطع الحبل السري شويه اربطين بتوع البيبي الريسس بوزيتيف اللي عليهم دي انتيجن بيتسربوا داخل المذر سيركيوليشن يا لو خطوره قام في الاربطين اللي عليها دي انتيجن ريسس بوزيتيف الورقه طبعا بقوانين الوراثة فيتصرف أثناء الولادة شوية البيتو أر بي سيز البوزيتيف الريسوس بوزيتيف تتصرف داخل السيركوليشن بتاعة الأم ويبدأ الجهاز المناعي بتاع الأم الإميون سيستم في خلال 24 ساعة أو 48 ساعة يبدأ يتعرف الأول على كرات الدم الحمراء الغريبة اللي عليها أنتيجين دي ويبدأ يطلع أنتي بوديز وإذا الإميون سيستم طلع أنتي بوديز بيدنيها على طول يطلع عشان انتي بوديز الأم طلعت من الولادة دي ابنها سليم وزي الفل لكنها امتلكت أنتي بوديز أسأل سؤال إمتى الفيرست بيبي هو يصاب؟ لو الأم كان مدول لها دم من ريسوس بوزيتيف قبل الولادة غالبا الولد الاولاني عدى بس الام بقى البلد بتاعها في انتي ريسوس انتي بودز استعدادا للسكند بيبي تعالوا نشوف السكند الثاني بعد الام بقى عندها انتي دي انتي بودز اللي هي من النوع اي جي دي ده نوع صغير الحجم بيعدي البلاسينتا والطفل لسه جنين في بطن الام يروح الاي جي جي دوت اللي هو الانتي ريسوس انتي بودز اللي عند الام
ويهاجم لنا الفيتال ار بي سيز اللي عليها دي انجن ويكسر كرات الدم الحمراء بتاعت دي. البيبي بتتكسر كرات الدم الحمراء هيموليتيك ديزيز بتتكسر كرات الدم الحمراء بتاعت البيبي هيموليتيك ديزيز اوف ذا فيتال. هنا يا شباب لا اما الولد ده يموت في بطن الام خلي بالك هيموليتيك ديزيز فالبوم مرو مستعجل في تكسير لكرات الدم الحمراء فعمال يكلفك ويطلع لنا اريثرو بلاس كتير وتتكسر عشان كده اسمه اريثرو بلاستوزيس في تكسير لما تشيل الارض في عمرها بتتكسر. البيبي دوت لا اما يموت في بطن الام لا اما يتولد حي. بس ده اتولد حي بص وحضرتك يعاني من ايه؟ يعاني من انيميا هيموليتيك انيميا تكسير كرات الدم الحمراء. والكرات الدم الحمراء لما بتتكسر والهيموجلوبين يتكسر يديني بيليروبين والبيليروبين يصفر يعمل صفرة جوندس يصفر العيل الولد يبقى اللون بتاعه اصفر نتيجة ان المادة الصفرة دي بتزداد في البلاط بتاعه لدرجة ان هي لو وصلت لكم كبير البيليروبين يقدر يعدي من البلاد برين بارير يعني ايه يقدر يهاجم الخلايا بتاعت المخ ويبدأ يدمر في أجزاء معينة من خلايا المخ ويتولد الولد عبيط وهبل. أنيميا اعملوا هارتفيليا وكمان الأكبر جوندس والجوندس دي كمان ممكن تقلب بكرن اكترا اكترا يعني جوندس اكترا يعني قطرة والكرن دي عبارة عن البيتا الجانجليا دي أماكن معينة جوه البرين بتتكسر طيب وتخلف عقلي وانيميا وقطرة وبيتولد حي ويموت. الا اذا حاولنا وعملنا تريتمنت للبيبي كمان شويه. السكند بيبي الثيرد بيبي كله هيبقى نفس المصير. الاولاني نجح لكن الثاني والثالث والرابع والخامس لا ينجو. ماشي يا شباب يجي بيبي ريسورس نيجاتيف لا يعاني لا يعاني لا وفي انت قلنا انت البيبي بيبي يصاب اذا الام كانت جاهزه قبل كده وعندها الانسيتايزيشن وعندها الانتي بوبل لو اتنقل لها دم قبل كده ولذلك البنات الريسورس نيجاتيف احنا بنبقى اولاد مش في دماغنا قصه واحنا بنعمل الجروب جروبنج في الكليه كنت البنات بقى كنت كل جروب نعمل التجربه مره ولا اثنين كنت بتروح التجربه وتتقبض ليه بقى؟ لان احنا لا هو لو احنا ما عالجناش فعلا ما يبقى مصير الصف الثاني والثالث والرابع هيبقى مصير مهم انما تعال نشوف ازاي نمنع الصف. اولا دلوقتي مش حد بيولد الا ما بنحلل له تحليل الدم نشوف هو ريسس نيجاتيف ولا ريسس. فتعال نشوف ازاي نمنع القصه دي بريفنشن. الطب مش بقى على المصيبه وبعدين نشوف لها حل. نشوف لها حل بعد المصيبه ان شاء الله. بس الطب وقايه اساسا كيف اتجنب المشكله بريفنشن. أولا حضرتك ريسس نيجاتيف يبقى تحت أي ظروف عندك دوت لما يجي يتنقل لا قدر الله لواحد دم لازم هو ريسس بوزيتيف ريسس نيجاتيف. اثنين لا أنا ريسس نيجاتيف والولد الأولاني الحمد لله رب العالمين بينجو من خلال 24 ساعة ل 48 ساعة اللي الجهاز المناعي بيبدا يتعرف على الفيتا ار بي سيز والانتيجين اللي عليها عشان ينتج انتي بودز. انا هنا دي فرصه عمري ان انا امنع القصه دي امنع الجهاز المناعي. فما
صنع انتيبودي مش دي مشكلة؟ أنا ممكن أمنح إزاي؟ وداوها بالتي كانت لي أداؤه. هو المشكلة إيه؟ إن الإيمون سيستم يصنع انتيبودي وخلاص، الإيمون سيستم ده لو عرف هذا خلاص على طول انتيبودي. أنا في خلال 24 ساعة و 48 ساعة بتوع التعارف دول بين الأنتيجين والأنتيبودي، أنا ممكن أدي حقنة أنتيبين أو أنتيبودي أنتيبودي. ده مخطوط. ده أنا خايف إن ده يتكون عند الست. عند المدام يتكون عندها أنتيبين أنتيبودي. ده أنا هديه المصنعة. أنا لما أديها الحقنة دي الجهاز المناعي بتاعها في خلال فترة التعارض دي، أنا لما أدي الأنتي دي أنتي بودز المصنعة تنتكسر الفيتال أربيتيز قبل ما يتم التعارض، والإيمين سيستم هو اللي ينتج. طب ما هو بقى الست دي عندها أنتي دي أنتي بودز، ده الحبيب بتتكسر بعد أسبوع. طب الأنتي بودز الجهاز المناعي بيطلعها وبتدنيها ماشية طول الحياة؟ لا، ده أسبوع وتتكسر وينتج غيرها الإيمين سيستم وهكذا. فيبقى كده استغلت الفقرة في فقرة في تعارف ما بين الجهاز المناعي والانتيجين لمدة 48 ساعة. لازم فورا الولادة اكون مجهز الحقنة دي. الحقنة جاية ما تقلقش على البيبي. الجاي مش البيبي ده. فبسرعة ندي الانتي دي انتي بودز تكسر شوية الار بي سي بتاعت الفيبس قبل الجهاز المناعي يتعرف. طب حصلت المصيبة وجالنا بيبي في مشكلة. نقول والله خلاص بقى احتملنا نسيبه. لا، ما انت مش نعمل تريتمنت، دي وقايه بريفنشن. انما تريتمنت دي يعني بواقعه الطوبه في المعطوبه اذا جالنا البيبي مش سليم. نحل القصه ازاي؟ تريتمنت ثلاثة تي دي يعني تريتمنت. البيبي ده مش ننقل له دم، نغير له دمه، مش اسمها خاصه ترانسفيوجن، اسمها اكستشينج ترانسفيوجن. تفرقه بتفرقه. البيبي ده بقى هنتقله 400 مللي لتر دم. فهنا بقى انهي فصيله؟ قال لك الفصيله اللي ما بتعملش مشاكل، اللي ما عليهاش انتيجين، التي لا تفيد الجهاز المناعي، اللي هي نيجاتيف. الارض بتفيد اللي انا قلتها له دي عليها اي انتيجين؟ اطلاقا لا ايه ولا دي ولا سي ولا دي ولا اي. دي مسالمه عليها انتجن، خلاص الكانسر هيحصل فيها مشاكل. هنقل له 400 مللي لتر بلد من ريسوس نيجاتيف او نيجاتيف بلد، وفي خلال وانا بديله البلد بسحب منه يعني انقل واسحب، انقل شويه واسحب شويه على بلد ساعتين، هدي من جهه ومن جهه ثانيه اسحب لغايه ما اتاكد خلال الساعتين دول ان خلصت القصه والضغط اتغير بالكامل. بعد كده البومر بتاعه بعد فتره خلينا دي القصه بعد 120 يوم، انت زعلان ليه؟ مش لها فتره الحياه، بس خلال البومر بقى عمال يستبدل بالفصيله الاصليه بتاعته. وما فيش اي اشكاليه خالص، غيرنا للبيبي البلس بتاعه تماما. هنا اول نيجاتيف هنا تغيير لدم البيبي اكستشينج ترانسفيوجن، ونأمل ان البيبي يعيش كويس ان شاء الله عز وجل ويعدي المشاكل، او يعني نقلل من المشاكل اللي البيبي كان بيتعرض لها او تعرض لها. بلاد ترانسفيوجن اللي فيه بطل الله، اللي فيه بيضرب، اللي فيه انتي بودز،
ديناصور لانها ما تكسر بره ما بتحرش انها تنضف انت بسرعه لغايه 28
فمين بيجي يا برضه سمع كلمتين طيبين؟ خلاص كده هو متبرع، شافته من ثالثة طب ولا رابعة طب، واتبرع ولقيته وقع، ولمينا حوالينه ليلتين نمرض فيه. لأن اللي حتى يتبرع ما قالتوش البحر، وقالت إن الراجل ده ضغطه واطي وما ينفعش ياخد منه البحر. أنا مش جاي أكرر الناس في التبرع، دي حاجة عظيمة جدا. أنت بتتبرع لحاجة لا تقدر بما. هل في دون اثنين؟ طب يا سيدي خدنا من انت هيل في دور وخدنا منك شويه بلوب في البلوب باج، باج اللي بنسميها القربه، هي لغه كده اسمها القربه. كيس الدم، كيس الدم احنا بناخد من حضرتك دم وبحط عليه 120 مللي خلطه كده لازم تتحط على كيس الدم. الخلطه دي يبقى فيها ديكسترول جلوكوز، ليه؟ لتغليف الارضيين، ويبقى فيه صوديوم سيترات ده انتيكو اجلان لمنع التجلط. هناخد من حضرتك كيس الدم واحطه في الثلاجه في بنك الدم والسلام عليكم، وبعد شويه كيس الدم ده وانتهى. فبنحط صوديوم سيترات لمنع التجلط، بنحط سيتريك اسيد يقلل شويه البي اتش، وفي تداول شويه الكالي ممكن يحصل، فاحنا بنحط السيتريك اسيد دوت يخلي البي يظبط البي اتش بتاع كيس الدم ده. يبقى دي حاجات كلها تضاف على البلاد باج. طب وبعد كده جهزت الكيس احطه في الثلاجه. الكيس ده يتحط في الثلاجه بعد الكشف على في فيروسات ولا لا؟ لو في فيروسات نعمل ايه؟ نعدمه. طب حطيته في الثلاجه، الثلاجه لها ضبطه، بنك الدم يتحط عند 4 درجه مئويه، 4 درجه مئويه. طب اذا دي يا دكتوره بتخبط لغايه قد ايه؟ 21 يوم، 3 اسابيع، عدى 21 يوم يتعدم. بس خدنا من حضرتك فصيل الدم وقعدت اكثر من 21 يوم، خلاص يتعدم. ودي اللي احنا بنروح نجيبها لكم اصلا من بنك الدم لما بنيجي نعمل تجارب البلاط اخر السنه. احنا هنروح نجيب لك كيس دم يعني ينفع مريض يستفيد بيه؟ هنروح نجيب لك كيس دم من اللي كانوا هيتعدموا دولك، وهيتعدم لانه ما يستحقش اللي يتنقل الانسان هل، انما يستحق ان انت تشتغل بتجارب وبلوك. المشكله مفيش بقى اخر سنه قول لنا يا دكتور بس لو سمحت لحد بس يلانس كده شكه بس ولا بتاع. عندك الدم كتير جدا، احنا جايبين لك بنك من بنك الدم، جايبين كيس ولا كيسين من بنك الدم، ما تقلقش. طيب لما اجي اطلع الدم من الثلاجه واحد محتاج هذا الدم اروح جاي ناقل له البلاط هو الهدف؟ لازم كده لازم ندخل كيس الدم، لدرجة إن احنا نقول للمريض إيه؟ ناخد الكيس دوت كده هو نحطه كده هو. أو البطارية اللي أنت حط البطارية وتحط كيس الدم. لازم تدخل كيس الدم. نظرة الصوديوم بوتاسيوم بمب ولها حكمة مبهرة هتعرف عليها بعد حاجة. إذا يا شباب اللي هو طب هننقله جد متبرع، إيه اللي نصيبه في هذا الكيس؟ طب قالنا على طول لا احنا خلاص الكيس دوت عملنا له البلاد جلوبين وخلاص قلنا كده عليه ايه بص وخدينه على الكيس وخلاص. ده بقى لما يجي المريض اللي ايه بوزيتيف ومحتاجه نبدا نعمل حاجه اسمها كروس ماتشنج. ماتشنج يعني اي بلاد بقى ار بي سيز وبلازما، ار بي سيز وبلازما من الدونر والريسيبيانت، نبدا نعمل لهم حاجه اسمها كروس ماتشنج. نحط البلازما على الار بي سيز والبلاد نقطة البلاد مع الار بي سيز ونعمل البابل كروس ماتشنج ده بحيث ان احنا في الاخر نتاكد انت ايه البوزيتيف زي الكيس ده. اه تمام مفيش اي تفاعلات بيننا وبين بعض والحمد لله الامور سهله وثالثه ان اس يلا وتوكل على الله. طب كيس الدم المخزن اللي بقاله 15 يوم زي كيس الدم الفريش ها؟ في تشينجز بتحصل في الستورد بلاد. احنا يعني ايه تشينجز بتحصل في الستورد بلاد؟ الستورد بلاد في بنك الدم. كيس الدم دوت لو قعد مخزن لمده 18 يوم، تسع اعتقد ده المفروض هيتعدل من بعد 21 يوم. لو هو بقى 18 يوم هل زي كيس الدم اللي لسه واحد متبرع بيه النهارده؟ لا في تغيرات، ايه التغيرات دي؟ تشينجز ان ستورد بلاد. كيس الدم ده يا شباب اللي هو الستورد ده
الارض كيس بتاعته بيبقى سويل تزيد في الحجم شويه، ويبقى كيس الدم ده مليان بوتاسيوم. ايش معنى؟ اصل مع تقسيم الكولد ريسك البروده الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي موجوده في السيل ممبرين هنا تتعطل، فالصوديوم يتحمل جوه الخليه والبوتاسيوم اللي بره الخليه ما يدخلش جوه الخليه. اثنين، الخليه دي لما تكبر نتيجه الصوديوم اللي موجود فيها ويبدأ بعضهم بعض هذا الار بي اس تتكسر، البوتاسيوم بيبقى اصلا جوه هو المين بوزيتيف كاتايون داخل الار بي اس، ولذلك لما اتفرقع يبدأ بوتاسيوم كتير. يبقى اصبح كيس الدم المخدر ده يا شباب نسبه البوتاسيوم في البلازما كتير لتعطل الصوديوم بوتاسيوم بامب، ولان في بعض الار بي اس بتتكسر فطبعا البوتاسيوم اللي جواه. ولذلك حكمه ان انا دبت كيس الدم اني انشط وعيد تنشيط الصوديوم بوتاسيوم بامب قبل ما انقل الدم، فالبوتاسيوم دوت تبدا الصوديوم بوتاسيوم بامب ترجعه جوه الخليه، والصوديوم اللي جوه يخرج بره الخليه. فلما انقل للمريض هذا الكيس ما يبقاش البوتاسيوم فيه كتير في البلد خارج الخليه، لان ممكن البوتاسيوم يعمل لي مشكله لو زاد. فتنشيط الصوديوم بوتاسيوم بامب حاجه مهمه عن طريق ان انا ادبتي في الدم. من ضمن التشنجز في الستور دو بلاد ان نسبه الديكستروز بتقل مع الوقت. البليتس والكلوبين ديفاكتورز الهاف لايف بتاعته قليل. يعني الار بي تيز ده استمر 120 يوم. هو كيس على ما تتكسر. انما البليتس في خلال 7 8 ايام بتتكسر. ولذلك الكيس الدم اللي هيخزن عندي لفتره طويله البليتس هيبقى فيه قليلا. يعني ما ينفعش واحد مريض عنده نقص في البليتلت وتديله الستور دو بلاد ده ما يكونش في بليتلت اصلا قليله. كلوتنج فاكتورز بتتكسر مع شورت هاف لايف. برضه في ماده اسمها 2 و3 زي فوسفوك لتريت بتقل في الستور دو بلاد. نختم. دي ماده بتنتج من الار بي سيز. الماده دي لما ترتبط بالهيموجلوبين بتطلع من الار بي سيز، لما ترتبط بالهيموجلوبين بتخلي الهيموجلوبين يسيب الاكسجين. بتتنافس مع الهيموجلوبين مع الاكسجين على الارتباط بالهيموجلوبين، فاول ما ترتبط بالهيموجلوبين اسيب اكسجين. طب هي لما تقل يبان الهيموجلوبين ماله؟ ما هيسيب في الاكسجين، مش فاضي حاجه وحشه، لان لما انقل البلاد تخيل الفكره دلوقتي الهيموجلوبين ماسك في الاكسجين مش هيسيبه للاكسجين، مش هيسمعني منها يبطل. كومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفير.